نعم، مباشرة أيضا إلى أخبار الوكالات. وفد سوداني في أثيوبيا، هل تطوي الزيارة توترات الحدود؟ وصل وفد سوداني إلى إقليم بني شنغول غربي أثيوبيا للمشاركة في منتدى تشاوري في أول زيارة من نوعها بعد توترات حدودية بين البلدين. وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها أثيوبيا جزءا من أراضيها في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة، فيما وصلت المفاوضات بين العاصمتين حول سد النهضة لطريق مسدود. ويشارك وفد ولاية النيل الأزرق السوداني الذي وصل يوم الثلاثاء إلى مدينة أصوصة حاضرة إقليم بني شنغول جاموز في أعمال المنتدى التشاوري المشترك حول السلام والأمن والتنمية. وأوضح مكتب الاتصالات لحكومة إقليم بني شنغول في البيان أن حاكم الإقليم الشاذلي حسن وعدد المسؤولين بحكومته استقبل الوفد السوداني برئاسة أحمد العمدة حاكم ولاية النيل الأزرق بجانب كبار المسؤولين بحكومة الولاية، بينهم مسؤولون من قطاعات الأمن والسلام والتنمية. وتعد زيارة الوفد السوداني القادم من ولاية النيل الأزرق المجاورة لإقليم بني شنغول الإثيوبي هي الأولى لوفد سوداني بعد الأزمة الحدودية. أستاذ محمد الماحي، هل يمكن أن تشهد العلاقات بين السودان وأثيوبيا ربما العودة من جديد، لا سيما أن البلدين تربطهما مصالح مشتركة باعتبار الحدود باعتبار العلائق التاريخية؟ وشوف الاستعمار عندما خرج من البلدان الأفريقية ترك مشاكل الحدود دي معلقة. بني شنغول هو ذاته إقليم سوداني، يعني بني شنغول الذي أقيم فيه هذا المحفل هو إقليم سوداني، لكن الاتفاق حتى فترة العهد التركي يعني كان الوقت قريب كان يدرس أنه جزء من السودان في الجغرافيا، لكن الحدث أنه حصل تنازل بين الإقليمين الفشقة وبني شنغول. إذا اللي هي الفشقة 100% هي طبعا أراضي سودانية باحتراف الحكومة الإثيوبية نفسها السابقة والحالية، لكن التهاون بتاع السودانيين دائما والتعامل بالعواطف مع الأشياء يعني بيخلي الإنسان المال السايب بيعلم السرقة. أنت عندك دولة عندك 20 سنة شخص بيزرع ويصدر محصول من الأرض حقتك وانت مرتضي بالأمر ده، فلما تشيله منه بتبقى عليه المزألة صعبة جدا. هي كانت المزألة خلاف حول وضع العلامات الحدودية، والأسيوبيين كانوا بيتماطلوا في الشيء ده لأنه أساسا دي واحدة من أصبحت من الحياة مكونات الدخل القومي لأسيوبيا، يعني زراعة السمسم بيصدروه لدولة الإمارات ولدول كثيرة، والسمسم ده يعتبر بيمشي بكأنه إثيوبي. فبالتالي المسألة دي لما حدث القرار، وده من أفضل القرارات التي اتخذها برهان يعني بدخول المنطقة واسترجاع هذه الأراضي، كان قرار سليم وصائب، لكن لا بد ان تتبع اشياء من الاشياء اللي عملتها القوات الشعب المسلحه، وده دورها بالمناسبه المهم وقامت به، اللي هي عملت الكوبري الذي يربط منطقه الشرق بقربه، لان الفشق اصلا بيقسم النهر الموسمي، فبالتالي لما النهر ده يجي في الخريف فبتكون مفصوله من جزء من الجزء من القضارف والجهات المتاخمه. فعمل هذا الكوبري بالمناسبه قلل كثير من الاشياء، لكن برضه واحده من مشاكلنا نحن زي ما قلت لك نحن 40 مليون، نحن بالمناسبه تعدادنا السكاني بسيط جدا مع الاراضي الشاسعه دي، فناس بيحاولوا قالوا يحلوها بالتعدد الزوجات ناس كده يعني، لكن الموضوع ده محتاج له دراسه كبيره جدا، لانه الاقليم ده بيقطنوه يعني 800,000 الفشقة، الأراضي يعني أكبر من هي مليون فدان. لا، ما الخطورة في الأراضي، الخطورة في إنه الإقليم المتاخم ليك في إثيوبيا تعداده 38 مليون وإنت 800,000، إذا خشوا ليك 2 مليون بجاي ممكن يغيروا معالم ويفرضوا ثقافتهم على المنطقة، وده حدث في الفشقة هسه بعض القطاعات والحاجات بنفس الشكل بتاع
الاثيوبيين، الثقافه الاثيوبيه. بالتالي انت المناطق زي دي اذا ما اسست فيها مثلا مع الانتاج الزراعي الصناعي وحولتها لصناعه والناس يخشوا لها الحدود يخشوا لها يعني تكون متشدد في الدخول لها وتعمل هجره عكسيه لها بكثير من المغريات و رفع الرواتب والسكن والاشياء اللي هي بتجذب المواطن انه يمشي للمنطقه، فما بكون عندك يعني طريقه تحمي المنطقه دي الا بانك تزيد تعداد سكانك فيها. يعني لابد انه يرتفع عدد السكان ل 10 مليون، يعني لانه اليوم 38 مليون لاحظ 800 الف حاجه يعني، منطقة حدودية ما فيها حاجة بتحد الدخول ده. يعني في زول بيمشي بيشرب قهوة في الحدود الاثيوبية في اثيوبيا وبيراجع، فبيتشبع بالثقافة الاثيوبية يعني، فالمزرعة دي خطيرة جدا. نعم، هناك ملف دولي كبير جدا عالق هو ملف صد النهضة. اثيوبيا حتى في تصريحاتها قبل ايام تحدثت عن ان ربما الصراع الذي يدور الان في 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 الفشقة السودانية ناجم عن تدخلات خارجية، وأشارت ربما بصورة أو بأخرى إلى مصر. ملف صد النهضة وانعكاساته على السودان، نحن حتى الآن لدينا كهرباء قادمة من أثيوبيا، هل يمكن أن تتغير بفعل التوترات الداخلية التي نشهدها الآن في السودان أن تتغير معالم الاتفاقيات الدولية التي ربطتنا لا سيما بين أثيوبيا ومصر في ملف صد النهضة؟ وبالمقابل نحن برضو عندنا كهرباء جايه من مصر، وزي ما قلت لك الكهرباء ذاتها ما كثيره وما مؤثره على الشبكه كثير. نحن ما قادرين نضبط كهربتنا والكهرباء دايره كم، وما قادرين ننتج كهرباء من المياه الموفره علينا. دي واحده يعني مشكله نتحملها نحن ما بيتحملوها الدول الجاره. هي بتشير طبعا لمصر، مصر ده انا بعت واحد من الناس برا انه هي دوله شقيقه، دوله جاره. الامن القومي بتاع مصر وبتاع السودان متمثل مع بعض للتداخل الكثير ما بين البلدين والسفريات وكده، لابد انه تكون في توأمة حقيقيه بين مصر والسودان، ويحاولوا المثقفين دائما بيحاولوا يعكننوا العلاقه ما بين مصر والسودان، لكن دي مزرعه المفروض نحن نحلها. وبالتالي برضه نحن برضه دوله جاره لاثيوبيا، ومفروض انه برضه التعامل يكون بذات الطريقه، لكن نحن علينا نحمي سيادتنا بانفسنا، يعني سياسه الدوله دي نحن اللي بنحميها ونحن بنحدد خطوطها وادرى بمصالحنا. يعني الدول اذا لقت فيك مصلحه ولقتك ضعيف بتاخذها منك، فبالتالي نحن لعبنا اذا ما كنا اقوياء وحددنا حاجاتنا دايرينها من الدول. وصد النهضه انا بيعتبر الان ما هو مشكله، المشكله بقت في التشغيل. يعني اثيوبيا لو تراجعت قليلا وتم الاتفاق على تشغيل السد لانه هو اصبح امر واقع، فما بتكون في مشكلة، وكل الدول تعتبر تعتمد على حصتها وتحميها وإنها تكون مشاركة في عملية تشغيل السد. دي مزالة ما صعبة، وطال الزمن وقصر الناس حيتبعوا على الحتة دي. نعم، أستاذ محمد راحي، باعتبار أن السودان يقع في منطقة تحيط يعني تحيط به الكثير من الدول، الآن أصبح للرأي وللمشاهد العادي ورجل الشارع بأن هناك هجرة موجودة حتى على مستوى العاصمة الخرطوم من الولايات المتاخمة للسودان من الدول الأخرى، فمسألة الهجرة أصبحت الآن بشكل واضح جدا، حتى العاصمة الخرطوم لا تخلو من أجانب يعني غير ربما محددي الهوية. هل التوترات السياسية يمكن أن تؤثر بشكل ربما للمدى القريب أو البعيد على الأمن القومي السوداني؟ هو شوف، وجود أجنبي في العواصم السودانية عموما هو مسؤولية كاملة لهيبة الدولة. يعني مثلا إذا أنت أجرت لك لشخص وما عنده إقامة مفروض تحاكم ويردع صاحب العقار، مفروض اللجان القاعدية في الأحياء يكون تكون عينها مفتحة جدا لوجود الأجانب، مفروض وجود الأجانب تتبع يعني عقوبات قاسية. يعني أنا أتحدث لك عن إثيوبيا، فكان في وفد مشى يزور سد النهضة في بداياته، فمشوا بالبص، صاحب البص ما عنده جواز، فإثيوبيا رفضت تدخل صاحب البص ده بكل الحناسات بكل الوساطات، انه صاحب الباص ده لانه ما عنده جواز وما عنده تاشيره عشان يخش شباب اثيوبيا، هو حيرجع مع الباص بتاعه، لكن قالوا القوانين نحن بتحكمنا وما بنجامل.
فاصبح صاحب الباص في محله وجابوا عربات صغيره الحايز دي حملت الناس ودخلتهم اثيوبيا وجابوه رايحين بالباص. وشوف هنا كم اثيوبي بيخش بدون جواز بدون. فقلت لك انت اللي بتفرض هيبه دولتك. المسؤول من في نقاط التفتيش هو اللي بيفرض هيبه الدوله، هو اللي بينفذ القانون. فبالتالي احنا قلت لك في بعيدين جدا، المفروض يعني تحصل ثقافه وتنميه بشريه يعني شامله عشان نستطيع انه نحمي بلدنا ونحمي حدودها ونحمي وجود الوجود الاجنبي. نحن ذاتنا مع متواجدين، حتى الموارد لا السودانيين متواجدين في اثيوبيا لكن بطريقه رسميه، واذا بتعمل بتدفع ضرائبك بالمليم. يعني عندك مكنه اليه بتبيع بيها، اذا انت بتبيع لك تنباك بتبيع الكيس ده بالمكنه بتدي زول ايصاله، وبيكون الضرائب خصمت حقها من الشغل ده فوري. فبالتالي السودان فيه تهاون كبير، سببه الدولة، سببه المسؤولين، سببه التناحر، سببه عدم رؤية استراتيجية واضحة للبلاد. ما تواكب التطور، يعني احنا شغالين بالقديم لسه، يعني خش حدودي وما خشك. في تطور كبير جدا في جواز الكتروني، في وجود الكتروني، في كاميرات على مدى اللي هنا، في الامن القومي ده. يعني الامن القومي اللي بيتحدث عنه الجيش او بيتحدث عنه الشرطه او جهاز الامن، تتحدث عن اجنبي عصفور جه خش غلط البلد دي، تعرفوا خش كيف وليه وسكن في الحي دي ليه وداير شنو وبيدفع شنو. دي كلها اشياء يعني غايبه في البلد، ولا بد انه الناس طبعا من نوافذ